باب الإدغام الكبير. إذا التقى خط محركان مثلان جنسان مقاربان، أدغم بخلف الدور والسوس معا لكن بوجه الهمز والمد امنعا، فكلمة مثلي ما ناسككم وما سلككم وكلمتين عمي ما لم ينون أو يا كنت مضمري ولا مشددا وفي الجزم انظري، فإن تماثل ففيه خلف وإن تقرب ففيه ضعف، والخلف في واو هو المضمومها وآل لوط جئت شيئا كافها، كلا لا يحزنك فامنع وكالم رد سنشد حجاتك بذل قثم، تضغم في جنس وقرب فصيلا فالراء في اللام وهي في الراء لا، إن فتح عن ساكن لا قال ثم لا عن سكون فيه من نون الدغم، ونحن أدغم ضاد بعض شان نص سين النفوس الراس بالخلف يخص، مع شين عرش الدال في عشر سنا ذا ضق تراشد ثق ذوبا زد صف جانا، إلا بفتح عن سكون غير تاء والتاء في العشر وفي الطا ثبتا، والخلف في الزكاة والتوراة حل ولتأتي آتي وليث الخمس الأول، والكاف في القاف وهي فيها وإن بكلمة فميم جمع وشروطا فيهن عم محرك، والخلف في طلق كنا ولحى زحزح في، والذال في سين وصاد الجيم صح من ذي المعارج وشطأه رجح، والباء في ميم يعذب من فقط، والحرف بالصفة إن يدغم ساقط، والميم عند الباء عن محرك تخفى وأشميما ورم أو اتركي، في غير باء والميم معهما وعن بعض بغير الفا ومعتل ساكن، قبل امدودا واقصره والصحيح قل ادغامه للعسر والإخفاء أجل، وفاق في إدغام صفا زجرا ذكرا وذروا فدوى ذكرا لخرا، صبحا قارا خلف وابا والصاحب بكتا ما ظن أنساب غابي، ثم التفكرون سب حكلا بعد ورجح لا ذهب وقبلا، جعل نحل أنهن جمعا وخلف الأولين معلي تصنعا، مبدل الكهف وبل كتابا
بأيدي بالحق وإن عذابا. والكاف في كانوا وكلا أنزالا. لا قم تمثل من جهنم جعلا. شورى وعنه البعض فيها أسجالا. وقيل عن يعقوب مال ابن العالى. بيت فزت عيدانيني لطف. وفي توم الدناني فضله ظارف. مكني غير المك تأمنا آشم. ورم لكلهم وبالمحض ثارم.